صحيح. نروح بقى مع حضراتكم لاخبار كورونا. طبعا كل فتره بنكلمكم عن اهميه التلقي اللقاح، اللي ما سجلش من حضراتكم ضروري جدا يسجل. العالم كله بيتكلم عن مدى خطوره كورونا، وتحديدا الموجه الرابعه اللي ابتدت بالفعل. عايزين نخلي بالنا اكيد ونلتزم بكل الاجراءات الاحترازيه. بالمناسبه اخر ارقام بتكشف اصابه 680 حاله جديده، واجمالي العدد بلغ 301625 حاله. تعافى 254471 حاله، ودي اخر الارقام الرسميه لوزاره الصحه. طبعا لقاح كورونا متاح مجانا للجميع، والحقيقه وزاره الصحه في كل مكان في مصر بتسعى جاهده لتطعيم كل المتواجدين على ارضها، سواء كانوا مواطنين او حتى اجانب من المقيمين. ده جهد محترم جدا واكيد مشكورين عليه. بس انا كل شويه لما بتابع كده المواقع المختلفه يعني لازم يبقى في خبر خاص بكوفيد 19 طبعا. وفكره هنا الخطوره، وان احنا لسه عندنا ازمات والموضوع لسه ما عداش، ويا جماعه خلوا بالكم والارقام بتتزايد وفي وفيات بتحصل، فالموضوع لسه. لان البعض كان بيتكلم في بدايه السنه لو انت فاكر، كانوا البعض بيقول يعني خلاص السنه دي هنقضي على كوفيد 19، وده مش حقيقي. يعني اللي حاصل دلوقتي ان السنه قربت تخلص، وما زال لسه هذا الفيروس متواجد، وما زال لسه يعني للاسف الشديد بيقضي على حياه العديد من البشر ده في العالم كله، فالموضوع لسه كبير. ف نرجو على الصعيد الثاني يكون في إجراءات متخذة علشان ربنا يعني يعديها على خير.